يا فندم، كنت قائد، اتكلم بقى عن حضرتك شويه. حضرتك كنت قائد لاحدى مجموعات الاستطلاع، نعم، ووسط سيناء. نعم. ازاي كانت الظروف هناك في الوقت ده؟ احنا كنا بنشتغل، انا كنت قائد مجموعه استطلاع في اللواء الثالث المدرع من الفرقه الرابعه المدرعه اثناء عمليات تطوير الهجوم من 14 ل 17 اكتوبر. انتهت بنهاية يوم 16 أكتوبر، ويوم 17 أكتوبر دخلنا في رأس الكوبري بتاعة الجيش الثالث مرة تانية. هذه المعارك تمت لتطوير الهجوم على محاور مختلفة. على المحور الساحلي كان اللواء 15 مدرع، على المحور الأوسط كانت الفرقة 21، على محور متلة كان وكان اللواء 25 في اتجاه محور الجدي والأوسط، بين الجدي والأوسط، وكان اللواء الثالث مدرع على محور متلة، وكان اللواء 313 على محور سدر. هذا الهجوم الكبير اللي تم كان لتخفيف الضغط عن سوريا، لان كان الهجوم المضاد ضد سوريا كان تم البدء فيه، فبدأنا ندفع المدرعات المصرية. امتى بدأ الهجوم الشرس على سوريا؟ كان بداية من يوم 13 او 12 اكتوبر. 12 13 اكتوبر. احنا يوم 14 بدانا نشن هذا الهجوم، عشان كده اسرائيل عملت موبيليتي عاليه جدا، مناوره عاليه جدا، وراحت لما كثير من المدرعات في هذا الاتجاه، لان في هذا التوقيت جولدا ماير استنجدت بنيكسون وقالت لو استولى المصريين على المضايق الطريق الى تل ابيب بات مفتوحا. خلاص سينا الوسطى هتتفتح، والمحاور من اول سدر الصدر الحيطاني مثل الجدي شعير ابو مرايخ الاوسط الساحلي كل ده اتفتح، يتفتح ويبقى الطريق الى الحدود الاسرائيليه لا حائل فيه. فبدا اعاده تزويد اسرائيل بالمدرعات، وصلت ان الطياره الجلاكسي سي 5 سي 5 اللي بتشيل 5 دبابات في الطلعة، طيارة بتشيل عملاقة بتشيل 5 دبابات في الطلعة، كان جسر جوي بينقل لإسرائيل عبر البرتغال، تنزل الطائرة في البرتغال ريفيول تعيد الملء وتطلع إلى مطار العريش عشان تنزل الدبابة في ميدان القتال. بعض الدبابات التي دمرت الكيلومتراج بتاعها لا يتعدى المسافة من العريش إلى جبهة القتال، يعني حوالي 100 كيلو او اقل. حتى لم تنقل بالناقلات المدرعات على الارض على الجنزير، كانت تدفع على الجنزير. بعض الدبابات والمدرعات كانت بتدمر بشحمها، ما تفكش الشحم من عليها. فالمنظر ده، حرب المدرعات في هذا التوقيت كانت حرب شرسة قوية، استنجدت فيها اسرائيل بكل ما تملك امريكا في التتبع. وهذا اليوم يوم 16 اعلن الرئيس السادات في خطابه في مجلس الشعب اننا لا نستطيع ان احنا نستطيع ان نحارب اسرائيل، ولكننا لا نستطيع ان نحارب الولايات المتحدة. وفعلا كنا بنحارب الولايات المتحدة في هذا التوقيت، طائرات البيل 205 اللي بتحمل صواريخ المضاد للدبابات كانت جديده في العمليات، صواريخ من تراس 2 اللي كانت بتستخدم على الارض كانت اول مره تستخدم في الميدان، وكنا احنا كمجموعات استطلاع لما كنا بنيجي نبلغ على هذه كانت معدات غريبه ليست في المعدات التي كنا ندرسها عن العدو الاسرائيلي. احنا كنا حافظين العدو الاسرائيلي لان لم تكن عن ظهر قلب اسرائيل، معداته باسلحته بمزاياها بعيوب كل حاجه، لكن هذه المعدات كانت أول مرة نشوفها في الميدان. عشان كده هذه العمليات أو هذه المعارك اللي اشتركنا فيها في التطوير يوم 14 إلى 17 أكتوبر كانت من أشرس المعارك في على الجبهة المصرية.